وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط اللي غيكون عبارة عن جولة أبرز شوارع مدينة الدار البيضاء باش ننقلوا لكم الأجواء الهادئة اللي تتعرفون مدينة الدار البيضاء بعد منتصف الليل. إذن تتبع قناة شوف تي في، ثم معنا الآن مباشر من مدينة الدار البيضاء عبارة عن جولة أبرز شوارع المدينة الاقتصادية اللي غنقلكم فيه الأجواء الهادئة في بعض اللحظات، تقدروا تكونوا بعض المشاهد صادمة. إذن تتبع قناة شوف تي في، احنا الآن بالضبط في وسط المدينة، تعرف واحد الهدوء بعد منتصف الليل. إذن كيف يعرف جميع أن القانون تحتم إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات على الساعة الواحدة ليلا، نظرا لهذا الوباء التي عرفوا العالم اللي هو وباء كورونا، ونتمنى من الله أنه يرفع عنا هذا الوباء، ونطلب من جميع المتتبعين وجميع المواطنين المغاربة أنهم يتبعوا الاحتياجات الموصى بها من طرف الجهات المختصة. شوف تي في، بقاو معنا في هذه الجولة هذه باش ننقلو لكم الأجواء اللي تتعرفهم مدينة الدار البيضاء، وكذلك بعض المشاهد اللي كيكونوا بشكل ما غريبة أو صادمة.
تشوف تيفي تشوف معنا الهدوء، تتعافوا العديد من الأزقة والشوائه ديال العاصمة الاقتصادية والقلب النابض ديال المدينة الدار البيضاء اللي هي القلب النابض عفوا ديال المغرب اللي هي مدينة الدار البيضاء. قناتكم قناة الشعب من داخل المغرب ومن خارجه، خاصة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. كيف تشوف من خلال التعليقات في هذا المباشر أن هناك بزاف ديال المتبعين اليوم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بكندا، بأمريكا، بفرنسا، بإسبانيا، بالعديد من دول المهجر التي قدموا تحية من خلال هذا المباشر. وكذلك هما متبعين كبار لهذه المباشرات، لأن تنقل لهم الأجواء ديال عدة أماكن وعدة مدن في البلاد، وكذلك جميع الأحداث في المغرب. وكيف كنعرفوا أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج فيهم شهدين لهذه أكثر من سنتين ما جاوش يزوروا الوطن الحبيب المغرب نظرا لظروف الجائحة، ونتمنوا من الله أن يرفع عنا هذا البلاء. ونبغي نطلب من المتبعين أنهم يتبعوا التعليمات بخصوص التعليمات والتدابير الاحتياطية الموصى بها من خلال الجهات المختصة.
المغتربين تشوفوا معنا من خلال هذا المباشر هو عبارة عن جولة في أبرز ومعظم شوارع مدينة الدار البيضاء الزرقاء ديالها، وسنقل لكم الأجواء التي تعرفها مدينة الدار البيضاء بعد منتصف الليل في ظروف الجائحة. الأجواء ديال الهدوء، حنا الآن بصباح تنشوف تبي أمام معلمة رياضية اللي غيعرفها مكنقدرش نقول جميع البيضاويين بل جل المغاربة، اللي هي مركب محمد الخامس، واللي هي عافات عدة تظاهرات رياضية دولية وطنية، وكذلك عاس كروية اللي كانت تجمع ما بين ديربي عجاء والوداد اللي هو ديربي البيضاوي. وطبيعة الحال سنعرفوا أن الجمهور ديال عجاء والوداد كان هو اللي كيكمل العرس الكراوي اللي معروف في المغرب اللي هو الديربي، لكن نظرا مع ظروف الجائحة المركبات الرياضية كاملة ما بقاش تستقبل الجماهير. نتمنى من الله ان يرفع لنا هذا الوباء وترجع الامور كيف كانت شحال هادي، ونبداو نشوفوا دوك الاحتفالات والاهاجيج والتفوهات ديال الجماهير منهم جمهور الرجاء وجمهور الوداد. تابعي قناة شوف تيفي، كنتو معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط كان عبارة عن جولة في أبرز وأزقة شوارع مدينة الدار البيضاء. إلى هنا استودعكم الله، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.